ويا جيجي هذا خامس ليلة قاعد تجي وأنا لحد الآن ما عثرت على الشغل. بعد ما طردوني من المطعم أنا حتى ما أعرف شو راح أسوي. هاي افتح الباب افتح الباب. أوكي خلي أشوف منو جاي. ميمي هاي شوفي أنا ما عندي أكل، أنت جاي بالليل. هاي شوف اسمع جيجي، أول جت لك بخبر أسطوري، أنا عثرت لك على الشغل. شنو؟ واو واخيرا راح يصير عندي شغل. شوف اسمعني، اصلا هذا شغل اسطوري وراح تاخذ على اليوم الواحد 5 دايموند. شنو؟ جيجي هيا اصحى اصحى، اكيد انت حلمان. اوكي خلي احاول انام. يلا جيجي اقعد 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 اقعد. انا اصلا قاعد احكي صدق، يعني شنو قابل؟ انت قابل نايم، انت اصلا قاعد. شنو شنو 5 دايموند باليوم؟ ماكو شي شغل يطول 5 دايموند. مو بس هاي، اصلا بهذا الشغل انت راح تقعد على كرسي حتى اصلا ما تتحرك، تقعد بالكرسي ويطوق 5 دايموند. شنو؟ بس بصراحة هذا عجبني الشغل. هو وين راح اشتغل؟ بأي مكان؟ بس هي شوف اسمعني، أصلا هو المكان يعني شوية مكان شوية الناس يخافون منه. يخافون منه؟ شنو معقول يكون بالغابة أو يملافة؟ أنا ما قاعد أفتهم. إذا تريد تعال تعال أشرح لك. شوف اسمعني، وهو الشغل راح يكون بس بالليل، بس أصلا الشغل راح يعجبك، اصلا هو شغل كل السهل. بس بالليل شغل سهل. جيجي شنو هذا الشغل اللي راح ينطوني عليه 5 دايموند؟ هي شوف اسمع جيجي، قاعد اشوف نهايه الشارع، نهايه الشارع على جهه اليمنى اكو مقبره. شنو مقبره؟ يعني اعرف هناك موجود، بس شنو تخزي ما قاعد افتهم. وانت راح تقعد وتحرس هذه المقبره. شنو؟ أحرس مقبرة؟ بس اسمعي، أنا أصلاً أخاف أروح له بالنهار، تريديني أروح بالليل وأحرسه؟ هي شوف اسمعني، لا تبقى فقير أحسن وما عندك حتى دايموند، بس تعال تعال، صدقني أصلاً هو مكان حلو، يعني حتى هو مو كلش مرعب، بس بدا لازم نستعجل حتى أشوف لك إياها، هي موجودة نهاية الشارع. بس اسمعي ميمي، بصراحة أنت منو قلت شنو هذا الشغل؟ وليش جاوبي علي أني؟ يعني ماكو أحد ثاني يشتغل هذا الشغل؟ شوف اسمعني، صدقني وطلب كل شوية، وإذا أنت تركت هذا الشغل احتمال راح يجون ناس غيرك ويأخذون هذه الشغلة. هذه 5 دايموند، هذه مو قليلة أصلا حتى كل شوية. 5 دايموند باليوم؟ ويا جيجي يمكن بعد شهر أصير غني. شفت أصلا هاي شغلة أسطورية كلش حلو، راح تفيدك جيجي أحسن ما أنت قاعد بالبيت، تعرف قريتنا ما بيه شغل كلش قليل، بس هذا الشغل كله سهل. تعال باوع، حتى هنا موجود كرسي، انت راح تقعد على هذا الكرسي وبس تحرس. شنو؟ بس اسمعيني، هو انا اتذكر انه قبل اكو حارس هنا، وين راح هذا الحارس؟ هي شوف اسمعني، انا اعرف ان هنا كل اللي اشتغلوا هنا بعدها هربوا، بس شوف اسمعني اكيد صار عندهم دايموند هواية، واحتمال راحوا المكان بعيد واشتروا هناك بيت لهم. هربوا؟ بس من قال هذا السبب؟ احتمال خرج لهم شبح هنا وخافوا وهربوا. هي لا لا مستحيل، ما اتصور هذا الشيء. شوف اسمعني، تعرف انهم يربحون باليوم 5 دايموند، احتمال صاروا اغنياء ولهذا قرروا يروحون القريه بعيده ويشترون بيت لهم كلش حلو. ثاني عرفت، بس تقصدي انه انا اقعد بهذا المكان؟ اي طبعا، اصلا ان شاء الله كلش بسيطه، شنو قابل صعبه؟ هو شيء مو صعب بس شيء مرعب، يعني ابقى بالليل لحد الصبح هنا؟ اي طبعا طبعا. هي انت متاكده انه ماكو اي شيء هنا؟ يعني شباح ولا صوت؟ بصراحه انا خاف من هالاشياء. وصحيح اكو صوت بس عادي عادي، جيجي هاي اصوات مال الليل. اوكي بس بوع جيجي زارعين ورد، اصلا بالعكس مكان حلو، يعني اذا ضجت تقدر تشم هذا الورد. واو راح تورد كلش حلوة. شنو؟ اي مستحيل انا ادخل هنا، انا احسن حل اقعد بس هنا ومستحيل ادخل. ويلا اوكي جيجي، بس الساعة تأخرت لازم ارجع لبيتي. فجيجي اذا عجبك هذا الشغل انت راح تبقى هنا مو صحيح؟ اي طبعا، بصراحة اني محتاج دايموند، حتى اكل ما عندي. كل الزين جيجي، صدقني هسه بعد هذا الشغل راح تتغير حياتك ويصير عندك دايموند هواي. اوكي اوكي يلا باي باي جيجي، باي 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 باي. بس يا جيجي هو بصراحة هذا المكان مرعب، بس أنا محتاج الدايموند، أنا لازم أجمع دايموند حتى أطلع من هذا بيت الديرت ويصير عندي بيت مثل الأغنياء. شنو؟ شنو الصوت اللي قاعد أسمعه؟ يمكن أنا تخيلت هذا الصوت. ماك أي صوت. بصراحة أنا ما أعرف ليش أحس أكو شي وراي، بس هو ماكو أي شي.
أنا ما أعرف شو راح أسوي. أحسن حل إنه أقعد من هذا الاتجاه. أوكي أكسر هذا الكرسي. بصراحة أخاف إنه أخلي بظهري. ما أعرف شنو وراي. أوكي راح أخلي أقعد هيك أحسن. هي حتى أطمن إنه ماكو شيء وراي. يلا لازم أقعد أحرس هذا المكان. يلا خل أقعد. يس أنا قاعد أقرأ كتاب الكنز. كل الناس قرأوا هذا الكتاب وقالوا ما نقدر نعثر على الكنز. اسمع قول أنا فقرته وركزت بيه. أحضر على هذا الكنز وتتغير حياتي. أنا أصلا كلش مليت من هذا الدرت الموجود. أريد أصير غنية ويصير عندي دامود هواية حتى كل شيء أقدر أشتري. بس هو أوكي بس لازم أقعد وأركز هنا بالكلام الموجود. يقول لهذا الكتاب إنه كنزي موجود بالمكان اللي أنا بيه. بس وين هو المكان اللي هو بيه؟ أصلا كل الناس بحثوا بالبيت مالتي ومعثروا على الكنز. لحد وين موجود؟ أنا أعرف إنه هو كلش غني. لحد الكنز اللي عنده وين صار؟ بس ها يلا راني يفكر يفكري. بس شنو من بعد ما مات هو وين راح؟ هساني عرفت. اخذوه للمقبرة. اكيد الكنز يكون هناك بالمقبرة. اي صحيح لان هو قال كنزي موجود بالمكان اللي انا بي وهسه بالمقبرة. لحد يلا اوكي احسن شنو نروح المقبرة على السريع بكره راح اثر على الكنز. يلا خل استعجل. يس أنا وصلت. حتى قالوا إن حرس هالمقبرة هرب وراح ابتعد مسافة بعيدة. كل الزين لعد أوكي هسا راح أروح المقبرة وأحضر على الكنز. هسا شنو؟ هاش قاعد تشوفوني؟ جابوا حارس جديد. بس شو خلي ركز. شنو؟ هذا جيجي الفقير. أصلا هذا عرفه جيجي. الصور هذا أصلا ما راح يمنعني إذا قلت له إنه أبحث عن الكنز. بس ها هو صح يشتغل هنا قد راح يقول لي هي بتعدي. بس لا انا عارف شو راح اسوي. اوكي احسن شي نختبئ هنا وبعدها اوكي ايش راح اسوي. همزين جاب هاي المدروع وياي وجايبه هاي الملابس. كل الزين انا لازم اخليه يهرب من هذا المكان. وساني نعست واريد انام. بس يا جيجي هي ما صرت نام. انت لازم تقعد وتحرس هذا المكان. بس انا ايش راح اسوي؟ هي شنو؟ ثلج. من قاعد يجي هذا؟ اوكي خلي اشوف. ماكو يا حد هنا. معقوله يكون الاشباح هم قاعد يلعبون بالثلج؟ بس انا ايش راح اسوي اني؟ أنا ما أقدر أظل بهيج مكان مرعب. بصراحة هذا المكان كلش مرعب. بس يا جيجي شنو؟ هي والله أنا قاعد أشوف قاعد يجي ثلج. بس من قاعد يجي هذا؟ أنا حتى ما أعرف شنو هذا. بس يا جيجي أنت لازم تقعد بهذا المكان وتحرسه. احتمال يكون ذول الأشباح وأنت راح تتعود يوم بعد يوم إنه تشوف أشباح يا جيجي. بس انت المهم انه تحصل دايموند حتى تخلص من الفقر وتصير غني. بس اول وانا خايف. هي شفتاني؟ يمكن اكو شيء وراي شجره. هي شنو؟ والله يمكن هذا شبح. جيجي هي اصحى اصحى احتمال تكون نايم. ماكو اي شيء. يس أنا عرفت. هي جيجي احتمال انت قاعد تحلم او انت قاعد يتهيأ لك اشياء. بس احتمال ماكو شيء ابد. هي 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 والله كشبح. هرب هرب يا جيجي. لازم هرب على السريع ما يصير بقنا. ايوه اخيرا. انا متاكد انه انا شفت شبح. انا متاكد. بس شلون يصير هذا الشيء؟ اوكي يا جيجي انت ما يصير لازم تحرس هذا المكان وترجع. اوكي خلي اشوف من موجود هنا. احتمال راح الشبح هذا. ذاك هو موجود. ايش قاعد يسوي هناك؟ دخل. هاي شو قاعد يبحث؟ بس معقول يكون شبح؟ بس والله يمكن لابس دروع. هي يصير هيجي انه شبح يلبس دروع؟ مستحيل يصير هذا الشيء. لازم ادخل واشوف من هذا. اوكي لازم امشي على كيف جيجي. حاول ابد ما تنشاف. اوكي لا احسن حل انه انام. يلا يا جيجي ازحف. لازم تعرف من هذا الشخص.
اوكي الثانية تقربت. اوكي هذا 1900. ايوه هذا صحيح. كل زين اجل وقت نحفر هذا المكان. هي هذا مو شبح هذا. هي هي انت قاعد تسوي شنو؟ جي جي انت مو هربت؟ انت شلون رجعت؟ شلون رجعت؟ انت منو وليش لابسه راس البومكن؟ هي شوف اسمعني يا شرير، انا بسبك خربت خطتي. يلا روح ابتعد، انا ارد ابحث. هاي انت رانيه، بس انت ليش تجينا بالليل؟ انت شو تسوين هنا؟ هي شوف اسمعني، انت ما قاري هذا الكتاب؟ هذا كتاب الكنز، انا قرأت كتاب الكنز ولهذا جيت ابحث عن الكنز. كنز؟ هي رانيه، احتمال تكون انت حلمانه بالليل وصحيتي من الحلم وجيتي تبحثين عن الكنز هنا. صحيت من الحلم؟ هي شنو انت ما سامع بهذا الكتاب؟ اصلا هذا الكتاب كل الناس قاريته بس ما قدروا يعثروا على الكنز، بس انا متاكده اذا بحثت وركزت اكيد راح اثر على الكنز. هي اسمعيني، انت تعرفين وين انت؟ باي مكان؟ هنا مقبره، يعني ممكن تعثرين على عظام او جماجم او هياكل عظميه، غير شيء ما راح تعثرين هنا. هي شوف اسمعني، انت اصلا ما تعرف هذا الشيء، بس اني اعرف، اني قاريه هذا الكتاب، هذا الكتاب اسطوري. كتاب اسطوري؟ انا ما قاعد افتهم. شنو اسمعي، اصلا ما حد يجي يضم كنز بهذا المكان. ثاني شي انت ليه جاي على هذا المكان بالضبط؟ شوف اسمعني، انت ابتعد ابتعد، وتريد روح ارجع الكرسي مالتك واني راح ابقى انا ابحث. هي هي انت ما تعرفين انه انا حارس هذا المكان وما اسمح لاي احد يجي هنا. بس شوف اسمعني، اذا عثرت على الكنز راح اعطيك من هذا الكنز. شنو تنطيني من هذا الكنز؟ جيجي والله ما اعرف ايش قاعد يصير. واحد يجي يقول لك راتب 5 دايموند باليوم، والثاني يقول لك راح انطيك من الكنز. والله احتمال صحيح راح اصير غني. هي اسمعي، ومن قال هنا اصلا موجود كنز، احتمال راح ندخل من اثر على اي شيء. اسمعني، هذا الشخص اللي كاتب الكنز مالتي كاتب موجود بالمكان اللي انا بي، بس هسه هو بالقبر. شوف اسمعني، اكيد الكنز راح يكون وياه. كنز يكون وياه، بس انا وين سامع هذا الحكي؟ صحيح تذكرت، أني سامع عن الفراعنة إنه كانوا يضمون الكنز مالتهم وياهم. شوف اسمعني، هذا الشخص يقول الكنز مالته بمكان قريب عليه، فأكيد راح يكون يم القبر مالته، أنا متأكدة. صدقني إذا حفرت راح أثر عليه. يعني أصلا من ليت جيجي من الفقر، أنا كلش فقيرة، حتى من ليت من بيت الدرت المقرف. أريد يصير عندي دايموند واشتري لي قصر من الدايموند واشتري سيارة واشتري ملابس. اي كافي كافي، انت كل هالاشياء تريديها؟ انا بصراحة كنت ابحث بس عن اكل، لين انا ما عندي اي اكل. هي شوف اسمعني، لحد يلا اوكي، هسه ما بدك تعترض على اي شيء، انا راح اكسر هذا المكان ولازم ابحث. يلا اوكي راح ابحث هنا. اي بس هذا الشيء مو مرعب، انت قاعد تحفرين بهذا المكان. اي شوف اسمعني، انا مجبورة، انا محتاجة دايموند. اي هذا هيكل عظمي هنا موجود. هيكل؟ بس يلا اوكي ماكو مشكلة. هي يا عمو الهيكل، شلونك؟ هي انتي وين قاعد تحجين؟ انتي قاعد تشوفين شي او لا؟ هي طبعا هذا هيكل، بس انا شو اسوي؟ انا محتاجة الدايموند. اكيد هو هذا ضام الشخص بمكان قريب علي. بس شنو؟ ايش قاعد تشوف هنا؟ اي ماكو اي شي، انتي ما قاعد تشوفين كله ديرت وقراص؟ ماكو اي شي هنا؟ لا لا اكو شي هنا؟ أنا قاعد أشوف. أوكي. شنو؟ باب. أكو باب سري بهذا المكان. واو. هاي شنو الواو؟ أنت تعرفين هسه إذا تدخلين راح تشوفين كم شبح موجود هنا. كم شبح؟ أوكي ما يخالف، خلي أشوف شبح ما يخالف، حتى لو صار بيا صدمة شو نحصل على الدايموند. أنا ما أريد أبقى فقيرة. بس يا جيجي أنا خاف أدخل هنا بصراحة، هذا المكان مرعب، بس اذا ما ادخل احتمال ما راح تنطيني من الكنز. اوكي خلي ادخل واشوف. هي شوف اسمعي، انا حارس هذا المكان وانا ادخل بالبدايه. تدخل بالبدايه؟ كل زين، واذا طلع لك شبح اكيد راح يقضي عليك، واني راح ابقى ما بي اي شيء. لا عاد يلا اوكي تفضل قدامي. اوكي هي اصلا انا ما اخاف من الاشباح، هم صحيح مرعبين، بس اذا اكو كنز انا مستعد ادخل هذا المكان. شنو لافا؟ اي شلون جيتي لافا هذا المكان؟ صحيح لافا، معقولة يكون هذا الشخص خلى لافا ومن بعد هذه اللافا الطريق الصعب راح نعثر على الكنز الاسطوري. والله اني ما اعرف، بس لازم نحاول، لازم نحاول نعبر هذا اللافا، بعدين نشوف وين ياخذنا هذا الطريق. شوف اسمعني، لا عاد انت قدامي، يلا عبر عبر.
يلا يا جيجي، هسه لازم تعبر هذا الباركور. بصراحة هذا الباركور مرعب، لأن هنا كله لافا، يعني أقل خطأ أنت راح تودع هالحياة وراح يخلوني بنفس هذا المكان اللي أنا أحرسه. هاي جيجي انتبه انتبه، هذا المكان كلش خطر، بس لازم أكون حذرة. يلا خل أقفز. أيوة أخيرا. هاي جيجي أنا كلش أكره اللافا. هاي اللافا مرعبة، بس أوكي يا جيجي أنت لازم توصل بالبداية وتشوف هذا الكنز. اي انا قدرت اعبر. شنو؟ هاي انتظرني انتظرني، انا ما راح يصير بي اي شيء. اوكي هسه بقت بس هاي بلوكه، واحد اثنين ثلاثه، يلا قفزي. ايوه اخيرا انا قدرت اعبر اللعبه. بس اسمعي، اكو بعد نزول، بس هذا شنو الدرج؟ ما قاعد اعرف، احتمال احنا راح نوصل الى باطن الارض، وهذا المكان انا سامع ان كل الاشباح تتجمع بهذا المكان. لا شنو قصدك؟ اذا ما انت تخاف يلا روح، حتى بس انا حصل على الكنز وانت ما راح تحصل اي شيء. هي اسمع، انا حارس هذا المكان ولازم انا ادخل بالبدايه واني اخذ الكنز. يلا اوكي اوكي، يلا انزل انزل. اوكي يلا يا جيجي لازم. هاي انت قاعد تطلع هذا الصوت. هاي جيجي هذا شبح مو اني. هاي انا متاكد هاي انت، لا تحاولين ترعبيني، اصلا انا ما اخاف مثلك. يلا يا جيجي. اوكي بس هاش قاعد اشوف. جيجي هذا شبح مقابلك. هاي ماكو شبح هنا. لا تيش اصلا رح تركض وانت تقول انت ما تخاف، بس انت اصلا تخاف من الاشباح. هاي انا ما اخاف اصلا. بس شنو هذا؟ نسد الطريق. هي هذا الطريق مسدود خشب، بس جيجي اصلا نقدر نكسر هذا الخشب. هي يلا نكسر نكسر. شنو؟ هي هذا راس سكليتون موجود. اي صحيح، هناك جمجمه ثانيه. زين اسمعني، اذا دخلنا هذا المكان مو معقوله احنا راح نصير هم جماجم مثل هذه الاشكال. هي انا ما اعرف، بس احنا لازم ندخل ونستكشف هذا المكان من الداخل. يلا يا جيجي، هيا كحد هنا. شنو هذا المكان؟ قاعد تسمع الاصوات؟ اكو اصوات مرعبه. بصراحه ما اعرف مين قاعد تجي هالاصوات. معقول يكون هاي اصوات اشباح؟ بس ليش هذا المكان مرعب؟ حتى هذا البمكن بح الشكل المرسوم به، شنو هذا الشكل الغريب؟ انا اول مره اشوف اشكال مرعبه. تعي تعي وياي، احنا لازم ننزل ونستكشف شنو موجود هنا. شنو؟ اي هذا شبح. هذا شبح حقيقي. اهربي على السريع، اركضي اركضي. بس لازم ندخل هاي الباب. يلا تعي راني. انتظرني انتظرني. اوكي لازم اخلي الخشب هنا. شنو؟ شوف اسمعي، لازم نرجع باسرع وقت. انا شفت شبح لاول مره بحياتي. شوف شبح حقيقي. أنيهم توقعت إنها الأشباح بس بالكرتون، بس هذا حقيقي. زين إيش راح نسوي؟ معقولة ما حصل على الكنز؟ هي اسمعي، أنا بالنسبة لي راح أبقى هنا وراح أنتظرك تجيبين الكنز وتجين. نعم أجيب الكنز، وأنت شنو أنت أصلا حاطك؟ هي شوف اسمعني، أنت لازم تساعدني بكل شيء، وإذا ما ساعدتني أصلا ما راح تحصل على أي شيء. بس شلون أساعد؟ بصراحة أنا بحياتي ما مقاتل أشباح، بس ما أعرف ذول شلون ممكن نقضي عليهم. ها؟ هي شوف اسمعني، اجت فكرة ببالي. شوف اسمعني، انا عندي سيف بالبيت، سيف كلش اسطوري. شو رايك لو نروح البيت ونجيب هالسيف اللي عندي وبعدها نجي نقاتلهم؟ انت تعرفين هذا شبح؟ يعني هذا السيف ممكن ما يقضي عليه، لان هذا هو مثل الفشي، حتى مختفي وشفاف، حتى السيف ممكن ما يضربه اصلا. ما يضربه؟ هي تبتأكد هذا الشيء او لا؟ انا سامع عن الاشباح انه هاي السيوف بس. ها؟ أني عرفت. أوكي يا جيجي. جيجي فهمني شنو عرفت؟ هسا أنا أقول لك من نرجع لازم نستعجل ونرجع للبيت بأسرع وقت. يلا اركضي. أوكي أوكي. هاي جيجي انتظر انتظر. أنت وين رايح بأي مكان؟ هاي روني تعي استعجلي، إحنا لازم نوصل هذا المكان. بصراحة نحتاج بعض الأشياء حتى نصنع سيف ممكن يقضي على ذول الأشباح. سيف يقطع اشباح؟ بس جيجي خبرتك انه انا عندي سيف، انت وين قاعد تروح وتركض؟ حتى انا كلش تعبت. اسمعي، هذا السيف اللي عندك مستحيل يقضي على اشباح،
أنا قبل كنت أشتغل بمكان، هذا المكان كان يصنع سيوف، ومرة أجى شخص علينا قال أريد سيف يقضي على الأشباح، وأتذكر صاحب المحل صنع له سيف وصرح أصنع مثله. صنع مثله؟ بجيجي معقول أكو سيف يقضي على الأشباح؟ شنو هذا السيف؟ هي هذا السيف اسمه سيف اللافة، ولهذا لازم نصنعه. شنو؟ سيف اللافة؟ صحيح، الصورة إذا صارت عند لافة احتمال لافة كلش قوية وراح تقضع أشباح. بتجي أوكي، بالبداية لازم نجمع هذا الآيرون. يلا كسري على السريع. أوكي نمزيان نجيب هذا ويا البيكاكس، بس الصور نحتاج إحنا فرن حتى نسحب هذا الآيرون. أي أنا بالبيت عندي فرن، أتوقع هذا كافي. هسه تعاي جمعنا الآيرون هنا، أحتاج منك إن نجمع لي ساند. ساند؟ هاي انتظر أنا جيت توني. هي أنا موجود هنا، أنا راح أجمع هذا الخشب وأنت جمعي ساند على السريع. يلا أوكي ماكو مشكلة، هسه راح أجمع الساند بسرعة، بس كم واحد تريد؟ هي جمعي لي 4 و5 ساند. أوكي ماكو مشكلة، هسه جمعت 5. هي استعجلي، هسه لازم نرجع للبيت، أتوقع بهاي الموارد اللي صارت عندنا راح نقدر نصنع سيف اللافة. زين، هسه أنا كلش متحمسة، أريد أشوف هذا السيف الأسطوري سيف اللافة. هي الساني تقربت للبيت. هاي راني يلا استعجلي، هسه لازم نشتغل ونصنع هذا السيف. زين اوكي، هنا انت عندك فحم، راح اخلي هذا الساند هنا حتى حول زجاج، وبعد استخدم الايرون. اوكي هسه راح يتحول هذا ويصير زجاج. هسه اجى الوقت انه انا شنو احتاج. اوكي بالبدايه احتاج احول هذا الخشب، بعدين احتاج استكات هوايه. اوكي خلي اشوف شنو عندي هنا. عندي هاي اللافة، هي راح تفيدني، راح اقدر اصنع سيف اللافة. اوكي شوف اسمعني، هسه صار عندي زجاجات 2، هذا تفيدك او لا؟ اتوقع هذا كافي. هسه انا احتاج ايرون، خليت هنا الايرون. طبعا هسه انا خليت الايرون بالفرن، بقى شوية وراح يجهز ويكمل عندنا الايرون. اوكي بصراحة اذا سوينا هاي الاشياء راح نقدر نقضي على ذول الاشباح، وراح نبحث بالبيت احتمال نعثر على هذا الكنز. اوكي هسه كملت هذا الايرون الاول، بقى الثاني. اوكي بقى شوية. اوكي هسه صار. اوكي انطيني على السريع، هسه انا راح اصنعها. اوكي جيجي، هذا الاول وهذا الثاني. اوكي يلا يا جيجي، هسه اجى الوقت انه اصنع هذا. بالبدايه احتاج اصنع سيف. اوكي هسه انا صنعت سيف ايرون عادي، وعن طريق هذا السيف راح اقدر اصنع سيف اللافه. اوكي بعدين راح اجيب هذا هنا، وراح اجيب الزجاج. اوكي هسه انا صنعت هذا الزجاج، صار بالضبط سيف الايرون الزجاجي. واو جيجي هذا كلش حلو. بعد احنا كملنا، هسه راح اجيب هذا السيف هنا وراح اخلي اللافة يمه. واو صنعت سيف اللافة. جيجي أنا أول مرة بحياتي أشوف جي سيف أسطوري، يعني تخليت اللافة بالزجاج وصار هذا السيف كلش قوي. بس جيجي أريد أجربه، أكو دجاجة أكو خروف. هي بصراحة هو راح يحترق بالنار، لأن هذا الشيء كلش خطر. أوكي خلينا نشوف هذا الطير، هذا ينزل بالليل. واو شفتي شلون عطب على السريع. صار طائر مشوي. هي اسمعي هسه لازم نرجع، بس انا اقول لازم نصنع سيف ثاني الك حتى نروح ونقاتلهم. صحيح لعد، يلا اوكي احنا عندنا بعد مواد، يلا استعجل. هسه انا صار لي قد اشتغل وقدرت اصنع سيف ثاني الرانية، صار عندنا سيوف اللافة، هي السيوف الوحيدة اللي تقضي على الاشباح. هي رانية، انا نسيت باي مكان كان. تعال جيجي، انا عفوا هذا المكان مكتوب 1901، هو هذا المكان. اوكي هيا اشباح نجينا عليكم وراح نقضي عليكم. هي جيجي انت ايش قاعد تحكي؟ احتمال راح يصير لهم جيش كلش قوي، واحتمال يقضون علينا. اي انا ما اخاف منهم، انا اذا عندي هيك سيف اسطوري اكيد راح اقضي عليهم، راح احصل على الكنز. شنو بس هاي اللافة من جديد، هم لازم نعبر هذا الباركور. جيجي احنا مجبورين، ما عندنا طريق ثاني. اوكي رانيا اذا لازم نقفز على السريع. يلا يا جيجي حاول تقفز وتعبر هذا الباركور، ولو اني اللافة بصراحة كلش اكرهه لان مكان خطر. جيجي انا كلش خايفة اصلا اخاف. هي انا عبرت هذا المكان. هي رانيا يلا تعي على السريع. يس انا جيت. اوكي
شوفي هذا نفس المكان، لازم نتحضر اليوم نتأكد الأشباح موجودين هنا. أوكي جيجي هسا متحضرة، بس هوني كلش أخاف منهم. احتمال هذا السيف ما راح يقضي عليهم. أي مستحيل، أم متأكد راح يقضي عليهم. يلا افتح يا باب. أوكي شوف اسمع جيجي، لازم نمشي على كيف حتى نفكرت أنه نأخذ الكنز قبل حتى نقاتلهم. بس هي اسمع رانية، أنا متأكد أنه ذولا موجودين هنا، حتى قبل ما نعثر على الكنز راح نشوفهم. شو أنت متأكد؟ أوكي راح نزم هذا الطريق وأشوف. شو خلنا نشوف ذاك الشبح من جديد. أوكي جيجي هنا شبح ثاني. يلا تعال يا أشرف. جيجي ذولا هواية بس. أوكي يلا يا جيجي. هاي جيجي ساعدني ساعدني. بصراحة هذا دمجني هواية. هاي جيجي ساعدني أرجوك. هاي أنا راح أجي وأساعدك. يلا استعجل يا جيجي. هاي رانيا. اوكي انا قضيت عليه. عافية عليك جيجي. جيجي هذا دمجني كل شوية، حتى انا خفت توقعت راح يقتلني. هاي لا تخافين، بس بصراحة هذا شنو هذا البيت؟ حتى اكو بلوكات مرعبة. شنو هذا المكان؟ هذا بيه عيون بيه معه شنو؟ هذا شيء كلش مرعب. اكو اشباح بكل مكان. هاي جيجي قاتلهم. يلا تعال يا شرير انا راح اقضي عليه. هاي اوكي لازم تساعديني. واو قضينا على كل الأشباح الموجودين هنا. بس رانية أنا ما شفت أي كنز لحد الآن. شنو؟ جيجي معقول إحنا خدعني وماكو أي كنز؟ بس جيجي أصلا إحنا فتشنا زين بالبيت، لازم نفتح بكل الصناديق ونشوف. أوكي افتحي الصناديق. شنو موجود هنا؟ جيجي هذه فارغة أصلا ما بيها أي شيء. نعم أكو صندوق. شو؟ درج؟ أو لا 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 هذا ما يفيد. أوكي هنا صناديق. شنو موجود بهاي الغرفة؟ شنو؟ يا جيجي هاي رانيا، رانيا تعالي هنا. جيجي تعال انت هنا، ناكو صندوق كل شوية وكلها دايموند. شنو؟ واو اكو غرفتين كلها دايموند. هاي رانيا اذا غرفة اليك راح تكون وغرفة الي. واو انا راح تكون هاي الي، تعال شوفيها كلها دايموند. جيجي شوف الاشوف، معقول انت عندك نفس هالغرفة؟ صحيح هذا كله دايموند. بس رانيا انا راح اخذ كل هذا الدايموند، والله راح اصير اغنى شخص بالعالم. بس واو انا ايش راح اسوي بهذا الدايموند؟ يس احنا خرجنا هذا المكان. بس اجى الصبح. واو انا هسه ايش راح اسوي؟ قاعد افكر اشتري لي احلى بيت بالعالم. بس جيجي انت راح تبقى تشتغل هنا؟ شنو ابقى اشتغل هنا؟ هي مستحيل هذا الشيء، اصلا راح اروح الى قريه افضل من هاي القريه، اروح اعيش بيها واشتري لي بيت من الجولد وبيت من الدايموند وبيت من الايمرالد، حتى راح اشتري كل شيء يعجبني. ولنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. نلتقي في فيديو جديد. مع السلامة.